شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيادي وزير الخارجية في اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو اليوم بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الأعضاء وروسيا الاتحادية. وترأس جانب مجلس التعاون في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود المساعدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس جانب روسيا الاتحادية معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية. شارك في الاجتماع كذلك معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين وسبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. صدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الوزراء على أهمية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية لتحقيق مصالحهما المشتركة وتقوية علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، كما أكدوا على الدور المهم الذي تقوم به الدول في دعم الاقتصاد العالمي واستقرار سوق البطاقة ودعم الازدهار. أشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وأكدوا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار والحفاظ على النظام الدولية القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات. كما جاء في البيان أن الجانبين بحثا الحرب في أوكرانيا، حيث رحب الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبروا عن الأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. أكد الوزراء على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق للأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. جاء في البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية تقوية أو أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية. كما أكد الوزراء على دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم. أوضح البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات البحرية في المنطقة والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون. أشار البيان إلى أن الوزراء عبروا عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره ورفضهم لكافة أشكاله ودوافعه ومبرراته. وأكدوا على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. أكد البيان أن الوزراء أعربوا عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا الحوار الاستراتيجي في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية وتعزيز التواصل بين الشعوب بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والرخاء والاستقرار في العالم.